المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هكذا خلقنا أمة واحدة نعيش جسدا واحدا ليؤازر بعضنا بعضا في هذه الدنيا. جئنا غرباء يا صديقتي ليكون بعضنا لبعض وطنا، نتعاون على نشر الخير والتقوى، لأكون لك ضمادا حينما تنزف جروحك وتكونين لي نورا وسط الظلماء. لم نخلق إلا لهدف، إن لنا دورا جئنا لهذا العالم لنؤديه، فنحن لم نخلق عبثا. هل شعرت يوما أنك وحدك وأن العالم بأسره عزم على الذهاب بعيدا عنك؟ هل شعرت يوما أن النور الذي كنت ترينه من بعيد قد خفت وغاب، وأن ملامح الأمل أصبحت ملامح ألم؟ هذا ما يخلفه غياب المسؤولية والروتين، أن يكون يومك كغدك وكأمسك ولا جديد. فلا تمنحين العالم شيئا ولا تتركين للعالم فرصة ليمنحك، لننفض من دثار قلوبنا عناء التكاسل وليمسك بعضنا بأيدي بعضنا. دعيني أقوم بداخلك روح التعاون إذا مالت، وتحيين أنت بي نبض الهمة إذا ماتت. حتما يوجد مكان في هذا العالم يحتاجك، ينتظر منك خطوة، مكان لا يصلح له إلاك. فقد خلقنا لغاية تستحق أن نعيش من أجل تحقيقها.